الام ديال واحد سنين اللي كتقرا في هذه المؤسسه، هذا هو العام الرابع اللي عندها. الحمد لله المدير ديال هذه المؤسسه شهدت الحق، ما عمرنا مشينا عليه شي حاجه خايبه، معودير مزيان، معامل، كانت شي حاجه كضرنا من ناحيه شي استاذه اللي كقراو عندها التلاميذ ديال هذه المؤسسه، كندخلوا عنده كيتعامل معنا مزيان، كيعيط على الاستاذه كيحل المشكل مزيان، اي حاجه بغيناها كندخلوا عنده كيحلها بتفاهم ببساطه. حتى بالنسبه للمشكل ديال الاضراب اللي كان، جمعنا حنا كاع كالامهات هنا اللي كنا كندير الاضرابات، دخلنا عنده لداخل بيرو هضر معنا بواحد الطريقه اللي هي زوينه. اما بالنسبه لهذ الاشاعات اللي خرجت اليوم، هي بصراحه انا ما دخلاش لينا لدماغنا، ماشي غير انا بوحدي، بزاف ديال الامهات ما دخلاش لهم دماغ، ولكن كاين بعض الامهات اللي كيقولوا العكس ديال هذا الشيء كامل. من ناحيتي انا ما عمرني ما شفت شي حاجه خايبه، ومن ناحيه ديال صديقاتي اللي معايا اللي كيقراو ولادهم في هذه المؤسسه هذه كيقولوا نفس الهضره، يعني مدير معامل وما عمرنا ما شفنا عليه شي حاجه خايبه ولا عمرها دار. لو كان انه بصح نيت انه داير هذا الشيء اللي كيقولوا عليه همايا، يعني راه كنا حنا حسقنا لها الخبر من شحال هذه، يعني راه حنا ولادنا كيقراو هنا وغادي يسمعوا غادي يجي يقولوا لينا، ماشي حتى جات اليوم الدريه طاحت من فوق الدروج غنجيو غنقولوا حكا والواد راه المدير راه اغتصب ربعه ولا اغتصب خمسه، هادشي راه ما كاينش وما كيدخلش للطمع. والله يهديهم، يعني خاصهم يعرفوا شنو كيقولوا خرجوا من فمهم ووزنوها، راه هذه راه مؤسسه قبل المؤسسه ديالتنا حنايا قبل ما تكون المؤسسه ديالتهم هما، يعني راه هذه المؤسسه راه كتربي وليداتنا حنايا، ماشي غنجيو غنخسروا السمعه ديال المؤسسه ديالتنا حنايا، الا خسرتي السمعه ديال المؤسسه ديالنا راه كيحسي راه كيخسرتي السمعه ديال البنت ديالك انت قبل ما تخسري السمعه ديال هذه المؤسسه. كنقول لهم الله يهديكم وحاولوا انكم توزنوا هضرتكم تعرفوا شنو كتقولوا، يعني جيتوا اليوم قلتوا هذه الهضره على المدير ديالنا حنا، غد ليا ملاش غادي يوقع لكم انتم بالنسبه لكم انتم نيت وبالنسبه لرجالاتكم، يعني خاص انسان يوزن هضرته قبل ما يخرج هذه الهضره، حيت هذه الهضره هذه اللي تقالت على المدير هضره كبيره بزاف، يعني راه ماشي سهله، الا جينا نحلوها راه ماشي سهله. وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي غنقول، والله العظيم انايا في الدار وسمعت هاد الهضره قالت نخلي الشقه ونخلي شغلي كامله باش انا نخرج ونقول واحد الشهاده للحق بالنسبه للمدير ديالنا، انا بقى فيا الحال، شخصيا انا بقى فيا الحال، اما بالنسبه للامهات الاخرين الله يهديهم، اللي بغى يقول كلمه الحق راه غيعرف يقولها، اللي بغى يزيد فيه راه غادي يزيد فيه، كيف ما كنقولوا حنا فيما كطيح البقره كيكسروا الجناو. خليتو مع شي حد.